مرحبا مروحين، هنتكلم دلوقتي على سيشن رقم 49 في كورس CICD. احنا بنتكلم على شابتر 21. هنتكلم النهارده عن حاجه لحد ما الناس اللي بتشتغل اوبريشن دايما طول الوقت بيستخدموها، وهي السيسكو يونيفايد كول مانجر ريبورتنج او السيسكو يونيفايد ريبورتس. تمام، الريبورتات عموما انا بستخدمها عشان استفاد من ايه؟ عشان استفاد من الاخر يعني من الداتا بيز الخاصه بالكول مانجر. يعني بمعنى صح، انا بجيت كل الانفورميشن الخاصه بيه عن طريق الريبورتات. الريبورتات دي بتجيب منين؟ بتجيب من الداتا بيز الخاصه بالكول مانجر عموما، يعني سواء كنت حضرتك بتتكلم على ببلشر او سبسكرايبرز. ومش كده وبس، طبعا انت اليونيتي كونكشن داخل معاك في اللعبه، والاي ام بي برضه داخل معاك في اللعبه، بس طبعا كل على حده. الار تي ام تي كاونترز والسي ار والداتابيز، الار تي ام تي لسه هنتكلم عليها، والسي ار والداتابيز الخاصه بيه الكول مانجر، والديسك فايلز، والسي ال اي كوماندز لاين، وسيسكو ار اي اس. ما تشغلش بالك بالكلام ده قوي دلوقتي، بس هو الفكره ان الريبورتات عموما بجنريت ريبورت عن اوبجكتس موجوده جوه الكول مانجر، قد يكون كل الحاجات او بعض الحاجات اللي انا محتاجها. تمام، طيب انا وريتك شكل الانترفيس دي قبل كده لما كنا بنتكلم على الكول مانجر انترفيسز. من ضمن الانترفيسز لو كنت حضرتك لو تفتكر، كنا دخلنا في النافيجيشن ودخلنا على سيسكو يونيفايد ريبورتنج، وقلنا ده بكل بساطه ده شكل الريبورتات اللي ممكن حضرتك تعملها جنريت جوه الكول مانجر ريبورتس، وده اليو ار ال اللي ممكن حضرتك تخش عليه. لو دخلت على اليو ار ال ده مباشره هيدخلك على الريبورتات. تمام، تقدر حضرتك دلوقتي من هنا تقدر تقول له جنريت نيو ريبورت. وانس انك قلت له جنريت نيو ريبورت، هيقول لك انت عايز ده، انا شايف ان انت عندك سي كول مانجر كلاستر، عايز سيسكو يونيفايد كول مانجر كلاستر اوفر فيو. ممكن تخش عليه دبل كليك عليها. لو انا عملت دبل كليك، طبعا في حاجات لازم هتحطها في اعتبارك. الاول الستاتس مسجز الخاصه بالاوبجكتس الموجوده او الحاجات اللي موجوده جوه الداتابيز. لو انا شفت مثلا حاجه زي كده، ده معناه ايه؟ ده طبعا انديكيشن ان كل حاجه سكسسفل اوبريشن ومفيش مشاكل في اي حاجه. دي طبعا معلومه، دي معناها انفورميشن عن حاجه معينه. طبعا ده بالنسبه لك ده الارم. ده ممكن يكون مثلا كاباسيتي بروبلم، مثلا زي الديسكات فيها ممكن مثلا هتتملي الكاباسيتي بتاعتها مثلا 95% 99%، مثلا في مشكله، يعني تقريبا هتخش على مشكله. بس هي ده انديكيت طبعا ان في هي اوبريشن ممكن ما يكونش فيها مشكله، بس ممكن في الوقت القريب يحصل فيها مشكله. تمام، طبعا ده بالنسبه لك warning message. warning message يعني في اوريدي دلوقتي في unsuccessful operation لحاجه معينه، ممكن تكون stop، ممكن في مثلا conflict في حاجه معينه، ممكن يكون في مشكله عندك في الداتابيز، ممكن يكون في service down. المهم ان هو في مشكله في حاجه. ده طبعا الانديكيشن ده معناه انه تعمل داونلود لفايل معين. على سبيل المثال ده معناه ان اعمل ابلود. ده اخر حاجه بالنسبه لي، ده لو انت عايز تجنريت نيو ريبورت. تمام كده، ده الموضوع بكل بساطه. ده بالنسبه لك سمبل ريبورت. لو انا مثلا جيت اعمل ريبورت عن الكول مانجر داتابيس سامري، هيطلع لك الريبورت بالظبط كده زي ما حضرتك شايف. على سبيل المثال خليني اقرب لك الصوره. انا مثلا بيطلع لك عدد السيرفرز اللي موجوده جوه الكلاستر سيرفرين، عدد الكول مانجر 2، عدد الكول مانجر جروب اللي متكريته 2، الان تي بي سيرفر، الديتا تايم جروب، وهكذا، الديفايس بول والريجنز زي ما حضرتك شايف. سامري عن التابه، لو تفتكر التابه الخاصه بالسيستم انفورميشن اللي موجوده على الكول مانجر. تمام، طبعا انا وريتك الكلام ده قبل كده في لما كنا بنتكلم على الانترفيس الخاصه بالكول مانجر. تمام، انا عموما بستخدم بانلايزد جنريتد ريبورتس عشان خاطر استخدمها في ثلاث حاجات، يا اما بستخدمها في ترابل شوتنج، يا اما بستخدمها في مينتيننس، يا اما بستخدمها في سيستم اناليسيس. في ترابل شوتنج عشان تقدر تجمع حقائق عن المشاكل اللي موجوده، وعلى اساسه تقدر تاخد اكشن بلان عشان تحل المشاكل اللي موجوده عندك. تمام، غالبا اي ريبورتنج سيستم انا بستخدمه عشان كده هو عباره عن حاجه بتجنريت لي ريبورت عن مثلا ديفايس معين او ابلكيشن معين، وباخد الريبورتات اللي بتطلع دي ان كيس لو فيها مشاكل بشوف المشاكل اللي موجوده فيها ايه، وبناء عليه اقدر احل المشاكل اللي موجوده عندي، ودي بالنسبه لي بتكون حلول. مثلا مينتيننس بستخدمها، مثلا بشوف التليفونات اللي من غير لاينز ايه اللي موجوده، بشوف الديسبلاي للايفون لود مس ماتشز، بشوف الفويس ميل سيستم اللي موجود عندي، بشوف مثلا الديفايس كاونتس اللي موجوده. يعني من الاخر زي ما حضرتك شايف، هي ما هو الا ريبورتنج عن ديفايس معين او ابلكيشن او سيرفيس معينه موجوده على كل مانجر او موجوده جوه الداتابيس، انا عايز اشوف عنها حاجه معينه او عايز اشوف معلومات عنها. تمام، فور ترابل شوتنج مثلا هنا على سبيل المثال بيقول لك، يعني بكل بساطه هو شايف ان انا عندي ببلشر وسبسكرايبر، وفي مشاكل ما بين الداتابيز ريبليكيشن ما بين الببلشر والسبسكرايبر، فمطلع لك الالارم ده بيقول لك فور افري سيرفر شو كان بي لوكال ببلشر داتابيز ذا لوكال اند ببلشر داتابيز. بيقول لك ان انا شايف ان الاي بي اللي هو 10.1.1.2
is down and cannot be reached، يعني السيرفر ده بالنسبه لي داون ومش قادر اكون ريتشبل بيه، عشان كده مفيش database replication بيحصل. اوكي، فهنا بيقول لك الحل ايه في بعض الاوقات. جه هنا قال لك على سبيل المثال عملت ريستارت للسبسكرايبر، وانس ان انا عملت ريستارت للسبسكرايبر ظهر لي الاكشن هنا ان الكول مانجر الستاتس بتاعت السي سي ام والبابلشر سواء كان بابلشر او سبسكرايبر داتابيز البابلشر داتابيز ريبليكيشن رجع ترو عادي جدا مفيش مشاكل وما عنديش مشاكل في اي حاجه. النمبر اوف ريبليكيشن كريتد 519، جود الستاتس بتاعته 2 جود 2 ده يعني حالته جيده. طبعا انا مش هخش معاك في التفاصيل دلوقتي ازاي اعرف ان الريبليكيشن تمام او مش تمام، مش موضوعنا دلوقتي خالص، بس هو بس بيوريه ان انا جمعت حقائق عن الكلام ده وبناء عليه خدت اكشن ان انا عملت ريستارت للسبسكرايبر، ولما عملت ريستارت للسبسكرايبر طبعا الداتابيز ريبليكيشن حصل تاني ومفيش مشاكل عندي في اي حاجه. هنا مثلا على سبيل المثال فور مينتيننس بيقول لك مثلا ان انا عندي اول فونز سيسكو اكستنشن موبيليتي انيبل وذ لوج اوت، لما اجي اعمل لوج اوت لوج اوت للتليفونات التليفون شود بي بوسيبل، تمام، عشان افويد الايشو دي. تمام، بعمل سمرايز للاي بي فونز ويزاوت لاينز، بشوف كل التليفونات اللي موجوده عندي اللي من غير لاينز اصلا، وبناء عليه باخد تاسك كان بي بيرفورم ويكلي بيسز تو تشيك المس كونفيجريشن طبعا. وبتشوف عندك طبعا هنا بيطلع لك الكول مانجر ستاند الون سيرفر ده الببلشر اللي موجود عندك، وبيطلع لك بقى التليفونات اللي موجوده عندك اللي مش واخده لاينز. تمام، هي الفكره كلها في ايه؟ يا اما بجمع فاكتس يا اما بشوف المينتيننس ممكن يكون مشكله عندي في حاجه، وبناء عليه انا قدرت اطلع معلومه من الريبورتات. الحاجة التالتة مثلا ممكن استخدمه في سيستم اناليسز عن طريق مثلا انا هنا بيقول لك مثلا على سبيل المثال ان الاي تي مانجر وانت تو رول اوت ذا نيو سيسكو نفايد اي بي فونز ذا برانش اوفيس فور اسيستنت سيسكو نفايد اي بي فونز مع 24 بوتوم اكسبانشن موديول على 7 9 16 ار ريكوايرد. الكلام ده معناه ايه؟ بكل بساطة هو فاتح برانش جديد وعايز يشوف كل الاي بي فونز اللي بتسبورت الاكسبانشن موديول اللي موجود اللي هو جايبه 7 9 16 في 24 بوتوم. خليني مثلا فور اكزامبل ده الاي بي فون بتاعي اهو، لو نفترض ان ده مثلا 7 9 60 فور اكزامبل، يعني في ممكن اجيب ما يسمى بالاكسبنشن موديول، حاجه كده هركبها جنب التليفون ده بتركب جنب التليفون، هو عباره عن فون بوتومز بس عباره عن لاينز، في منها 24 بوتوم زي ما هو جايب كده زي ما هو بيتكلم كده بالظبط في 24 بوتوم. فهو عايز يشوف المودلز الخاصه بالتليفونات اللي عنده اللي تسبورت الموديل ده اللي هو 7 9 16 بكل بساطه يعني. فهنا كده حتى البرودكت اول كل التليفونات اللي موجوده الفيتشر سيت بيسبورت 7 9 16 ال 24 بوتوم، فطلع لي كل المودلز الخاصه بالتليفونات سواء كانت سيب او سكيني اللي بتسبورت الموديل ده من الاكسبانشن موديل بكل بساطه يعني. طبعا انا بستخدم سيسكو يونيفايد ريبورتنج عشان اقدر افيو اوف ذا سيسكو يونيفايد كوميونيكيشن مانجر داتابيس، واقدر اعمل اناليسيز للاكستنشن موبيليتي واقدر اشوف الفويس ميل ديتيلز واشوف الفون فيتشرز وهكذا سيرش الفون فيتشرز زي ما انا قلت لك من شويه. طبعا اقدر افيو كل مانجر داتا سامري زي مثلا على سبيل المثال الروت جروب والروت ليست والروت باترنز الموجود عددها قد ايه والهانت ليست والهانت بايلوتس الموجوده والبارتيشنز والكولنج شير سبيسز والفويس ميلز اللي موجوده والفويس مسجز زي ما انت شايف حضرتك زي ما هي يعني. معنى صح بطلع داتا سامري عن الكلاستر كله فيما يخص الداتا بيز عموما يعني. في برضه عندي عايز اشوف مثلا اعمل اناليسيز للاكستنشن موبيليتي سيرفيس من ضمن الاكستنشنز الموجوده، فاجي هنا بعمل سيسكو نفايد اكستنشن موبيليتي بيطلع لي يقول لي الكلاستر اللي انا موجود تحت منه ادى الكلاستر وده الببلشر اللي موجود. هنا بيطلع لك مثلا يعني الاكستنشن موبيليتي بروفايل، في عندي اكستنشن موبيليتي بروفايل واحد لوجد على التليفون دلوقتي، عدد الاكستنشن موبيليتي بروفايلز اللي موجوده 2 مثلا فونز ويز اكستنشن موبيليتي انيبل تليفونين. التليفونات دلوقتي اللي لوجد بي الاكستنشن موبيليتي هو التليفون ده الفيرست نيم بتاعه جون واللاست نيم دو واليوزر اي دي بتاعه هو جي دو، ده الديفايس اللي انا كونكتد عليه دلوقتي والديفايس ديسكريبشن بتاعه والريموت الريموت كلاستر اي دي لوكال والتايم اللي انا كونكتد بيه دلوقتي. تمام، في برضه عندنا سيرش الفون فيتشرز على سبيل المثال، هنا بقول له مثلا على سبيل المثال سيسكو يونيفايد فيتشر ليست. لو تفتكر لما كنا بنتكلم على السيسكو جابر في عندنا ما يسمى بالسيسكو يونيفايد كلاينت سيرفيس فريم ورك اللي هي سي اس اف، لو حضرتك تفتكر لما كنا بنتكلم على الجابر هنا بقول له الفيتشر ماكسيمم كل ما عدد المكالمات السبورتد تليفون ده الجابر زي ما حضرتك شايف كده بيقول لك اللي شغاله ببروتوكول سب ماكسيمم كل ما بالنسبه له هيكون 6 مكالمات. واضح كده؟
زي ما انت شايف يعني، هو بس بيحاول يخطف لك كده من كل تابع من التابعات اللي موجوده جوه الريبورتنج حاجه كده ممكن تقدر تستفاد بيها. بس خليني برضو اقول لك حاجه، ان الريبورتنج دي حاجه يعني كاستمايز بيزد على حسب البيزنس ريكويرمنت الخاصه بيك. انا مش هقدر اعدي لك على كل الريبورتات اللي انت ممكن حضرتك تقدر تشوفها. طبعا انت بتعدي على كل ريبورت بيزد على حسب النيدز بتاعتك وهكذا، بس زي ما حضرتك شايف ان الموضوع سهل جدا في التعامل، هو الفكره بس انك تكون عارف كل ريبورت بيعمل ايه بالظبط وهكذا. تمام، اشوفكم ان شاء الله السيشن الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.